صباح الخير أسماء. بداية فالأشر أنه قرابة الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي بتوقيت كييف دوت أصوات انفجارات بعيدة نسبيا، ولكن تم سماعها بوضوح في مركز العاصمة كييف، ولا سيما من الجهة الشمالية وكذلك من الجهة الشرقية. قبل قليل أعلن وزير وأكد وزير الداخلية الأوكراني أن مواقع الإدارات العسكرية والمطارات الحربية وكذلك مواقع ومستودعات الجيش الأوكراني في العاصمة كييف وفي مدينتي خاركيف شرقي البلاد ودنيبرو أيضا جنوب شرقي البلاد تعرضت للقصف بالصواريخ. إذن هنالك تأكيد عن تعرض المدن الرئيسة سواء كييف العاصمة أو ثاني أكبر مدينة في البلاد خاركيف، إضافة إلى مدينة دنيبرو وهي أيضا مدينة كبيرة، إلى القصف في الوقت الذي تقول فيه أيضا القوات الروسية إنها تستهدف بدقة المواقع الجيش الأوكراني والمواقع العسكرية. طبعا هذا التصعيد ليس فقط في العاصمة كييف التي أقفل مطارها، إضافة إلى إقفال جميع المطارات من خاركيف إلى أوديسا وغير ذلك، تم إلغاء جميع الرحلات في الأجواء الأوكرانية، ولكن أيضا هنالك تصعيد كامل بالمدفعية الثقيلة وصواريخ جراد وغيرها من الأسلحة، إضافة إلى إنباء عن غارات جوية شرقي البلاد. تم سماع دوي انفجارات في مدينة كراماتورسك في أراضي دونيتسك التي تقع تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية، وكذلك على طول الجبهة الممتدة من لوغانسك إلى ماريوبول على بحر أزوف. طبعا أيضا مدينة ماريوبول تعرضت مواقع في محيطها إلى القصف. ماريوبول تقع على بحر أزوف وهي تبعد نحو 20 كيلومترا عن خطوط التماس، وتعتبر أيضا هدفا محتملا للجيش الروسي وسط أنباء تناقلتها وسائل الإعلام الروسية عن إنزالات يقوم بها الأسطول البحري. الآن تدوي صفارات أو ما يبدو أنه صفارات الإنذار في العاصمة كييف. إذن بالعودة إلى التطورات، معلومات عن إنزالات يقوم بها أسطول البحر الأسود الروسي سواء في محيط مدينة ماريوبول على بحر أزوف أو في محيط أيضا مدينة أوديسا على البحر الأسود. صفارات الإنذار إذن تدوي في العاصمة كييف، نستمع إليها قليلا. يعني وائل، نسمع معك هذه دوي الصفارات، يعني الإنذار صفارات الإنذار يمكن أن تكون هذه ناتجة عن تحذير من تماما إما من صواريخ أو من هذا ضربات ما كنت جوية. سأسأله وائل، يعني ما الذي تعنيه يعني هذه الصافرات نعم، الإنذارية؟ يعني ما الذي تحمله لا الآن من لا يمكن تحذيرات؟ تأكيد ذلك في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك نعم لا يمكن تأكيد ذلك أسماء في الوقت الحالي، ولكن صفارات الإنذار تشير عادة إلى خطر سواء كان من صواريخ باليستية، لأن كييف تبعد مئات الكيلومترات عن المواقع الروسية في روسيا أو في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، أو قد تكون ناتجة عن غارات جوية محتملة، ولكن هذا غير مؤكد. طبعا رئيس بلدية كييف دعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، كذلك الرئيس فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن بلاده تتعرض لهجوم ولكنها لن تعتدي، ستدافع عن أنفسها. اجتمع بمجلس الأمن والدفاع الوطني وأعلن الأحكام العرفية. وزارة الخارجية الأوكرانية تقول إن هدف العملية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية. فيما يتعلق أيضا بالعملية العسكرية، هنالك أيضا أنباء عن عبور القوات الروسية باتجاه مقاطعة خاركوف شرقي البلاد. هنالك أصوات انفجارات ومواقع وقصف في محيط مدينة خاركيف. خاركيف هي ثاني أكبر مدينة في البلاد، يبلغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة. إذن هذه العملية لا تقتصر على مناطق الصراع أو مناطق خطوط التماس الموجودة في دونيتسك ولوغانسك أو حتى على بحر أزوف، وإنما يبدو أنها تشمل المواقع الأساسية للجيش الأوكراني في البلاد سواء في كييف أو في شرقي البلاد حتى الآن. إذن صفارات الإنذار لا تزال تدوي
في العاصمة كييف. نحن هنا في وسط كييف في هذا الميدان، الميدان الذي كان شهد في العام 2014 ثورة ضد فيكتور يانوكوفيتش الرئيس المدعوم من روسيا. هذه الأحداث التي حدثت أو كانت ذروتها في شهر شباط فبراير من العام 2014 وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإطاحة يانوكوفيتش في النهاية ليأتي حكم تقول موسكو، ودأبت موسكو سواء الرئيس الحالي أو الذي السابق أنه معاد لموسكو في هذه الفترة. تشن القوات الروسية عملياتها ضد أوكرانيا. نعم.